عندنا اليوم أول جولات بطولة سعودية تويوتا للراليات في منطقة حائل، وتعتبر الجولة الأولى لبطولة العالم والشرق الأوسط للراليات الصحراوية باها 2024. الفحص الفني في سباقات الراليات تعتبر واحدة من الأشياء المهمة، لأنها ما تتم فقط قبل السباق، تتم قبل السباق وأثناء السباق، والمهم جداً بعد السباق يتم فحص السيارات لاشتراطات معينة، وأيضاً لبعض الأمور اللي تحتاج إنها تتشيك مرة ثانية. بعد التسجيل والتدقيق الإداري والفحص الفني في اليوم الأول، راح يكون عندنا الآن مؤتمر صحفي مع أبرز السائقين وأيضاً مع الجهات الإعلامية. حان الوقت لاستعراض المتسابقين ومركباتهم الجاهزة لهذا الرالي الصعب. خلونا نشرح لكم الفئات المشاركة هنا في رالي حائل. تتكلم على الألتيميت، بعدها عندنا فئة الستوك، وبعدها ننزل على فئة التشالنجر، وننزل أخيرا إلى فئة الاس اس في. أما بالنسبة للدراجات فتتكلم على فئة الكواد، وبعدها ننزل على فئتين من البايكس، أقل من 450 سي سي وأعلى من 450 سي سي. واحدة من الأشياء الجميلة اللي تميز رالي حائل إن عندنا عدد مهول كبير جداً من الاهتمام. تتكلم على 164 مشارك، 97 سيارة، تتكلم على 90 من المتسابقين و7 من المتسابقات من 24 جنسية مختلفة. طبعاً نقطة الانطلاق شوية صعبة، موجودة هنا في أولى مراحل هذا الرالي الجميل. المرحلة هذه راح تكون اللبنة الأساسية، مثل ما قلنا الأساس اللي راح يبني عليه الفريق والمتسابق نقاطه. بعد تقريباً 470 كيلو متر بدأ الآن المتسابقون يوصلون بالسلامة إلى خط النهاية. يقولون أن أول 100 كيلو متر كانت هي الأصعب في تاريخ رالي حائل، فشكلها المرحلة الأولى كانت عبارة عن تحدي كبير.
واليوم اليوم الثاني والأخير في المرحلة الثانية من تحديات بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في منطقة حائل. عندنا مرحلة شوط، مرحلة صعبة جدا. خلونا نشوف مين راح يقدر يفوز في التطعيس وياخذ يعز الصدارة أو يلحق على المراكز الأولى. الأجواء اليوم حارة، درجة الحرارة 23، ولكن سطوع الشمس قوي جدا، وهذا يمكن سهل كثير من العمليات اللي قاعد تتم داخل الرالي انك توصل بدون اي مشاكل، لان مطرت في بعض المناطق اليوم في حائل. فبالتالي بالنسبة للمتسابقين كانت امورهم الحمد لله سلسة. احنا واقفين الان على نقطة نهاية رالي حائل، مرحلة قوية ومهمة في بطولة كبيرة من بطولة السعودية تويوتا الراليات الصحراوية، وهذه إحدى أولى الجولات. قاعدين نشوف الآن توافد الأبطال العالميين والمحليين إلى نقطة النهاية. بعد ما ينتهي سباق الرالي إجباري لكل المركبات اللي شاركت إنها ما ترجع لمنطقة الصيانة، ولكن تجي في القفص اللي موجود خلفي. إذا دخلت السيارة مسموح للسائق إنه ينزل فقط مع السيفتي جير حقه، تكلم على خوذته ولبسه وغيره، ما ينزل أي شيء من السيارة، ما يسوي أي شيء من السيارة ويطلع. ممنوع أي أحد يدخل المنطقة هذه غير الفحص الفني، وبالتالي كذا يسوون كنترول ضبط عالي على السيارات هذه بعد السباق علشان يتأكدون من السيارات اللي يحتاجون يتأكدون منها. طبعا مو كل السيارات هذه تتشيك بعد ما يخلص السباق، ولكن بعض السيارات المختارة من قبل المنظمين أو الإدارة. ينفك القفص اللي ورانا لما الجهاز الإداري يقرر أنه خلاص جاهزين مثلا إلى التتويج. وبعد أحداث جميلة ومراحل صعبة وتحديات قوية، حان الوقت أن نشوف الحفل الختامي وتوزيع الجوائز للفائزين برالي حائل وأولى جولات بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية. ألف مبروك للفائزين في الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، حظ أوفر للبقية إن شاء الله في الجولات القادمة. إن شاء الله تكون عجبتكم التغطية. أخوكم عبد العزيز الفضيلي، ولشعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي.